بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 136 في أول فقرة. جو مي فالي اي جو كونسوليد ميزاكي. جو مي فالي يعني أنا أقيم نفسي، أنظر نفسي هل أنا في المستوى أو دون المستوى أو فوق المستوى. اي جو كونسوليد اي جو كونسوليد ميزاكي، ثم أنا أمتن أو أوطد معارفي. ثم جو كومبليت لو تكست سويفون باغ، أنا أتمم النص التالي ب، سأتممه ب سي، سأضع هذه الكلمات في مواقعها في هذا النص. إذن عندنا نقاط، ثم عندنا أن توريست كي فيان تو لي زون أو ماروك. أن توريست كي فيان تو لي زون أو ماروك. إذن عندنا سائح كي فيان، الذي يأتي. عندنا لو فيرب فونيغ، أون لو فيرب فونيغ، عندنا فعل فونيغ فعل جاء. إذن أن توريست كي فيان، إذن كما لو نقول سائح يأتي أو يجيء تو لي زون أو ماروك، يأتي كل سنتين إلى المغرب. إذن ماذا سنقول هنا؟ هل سنضع سو؟ طبعا سو ما غتجيش، سو ان توريست. ممكن أننا نقول سو توريست، طبيعة الحال بالصي، سو توريست هذا السائح، عندنا إذن لا يمكن أن نقول سو ان توريست. طبعا عندنا سو اس او، هذه تأتي أمام الفعل. طبعا نتكلم عن الفيرب برونومينو، الأفعال اللي تتصدر من الأشخاص وتعود عليهم كما قلنا. ثم عندنا سي، سي او اس يعني هؤلاء او هاته، هاته النساء او هؤلاء الرجال مثلا او هؤلاء الاطفال الى اخره. اذا عندنا احنا ان توريست، اذا ما يمكنناش نقولوا سي ان توريست هؤلاء، ثم نقولوا سائح. ثم عندنا اون، هذا ضمير، هذا ضمير ياتي امام الفعل للدلاله على الناس او على اشخاص معينين أو حتى علينا نحن، ولكن بدون أن نوضح ذلك. ثم عندنا أن، هذا فعل أفواغ، ضروري أنه يأتي بعد فاعل مثلا، سواء كان ضمير أو اسم. مثلا نقول إلزون، إلزون مارشي مثلا، هم تمشوا. أو نقول إلزون دي ستيلو، هن عندهن أقلام. إذا نستعمل هذا أن، هذا أفواغ. ثم عندنا سون، نفس الشيء، هذا صرف إتخ، سون هذا صرف إتخ. نقول ils sont مثلا، ils sont partis، هم ذهبوا أو انطلقوا. ils sont partis، هم انطلقوا أو ذهبوا. ممكن أننا نستعمل هذا سون. ثم عندنا هذا سون الأخيرة، هذه تعني شيئا يعود له أو يعود لها. نقول مثلا سون ستيلو، يعني قلمه أو قلمها. إذن ماذا سنضع هنا؟ سنضع هذا سي، سو أي، كما لو نقول إنه سائح، سيتان توريست، إنه سائح. طبعا هنا نقدمه، نقدم سائح مثلا، أقول لك سيتان توريست كي فيان تو ليزون أو ماروك، إنه سائح يأتي كل سنة إلى المغرب. أقدمه تماما كما لو أقدم صديقا لي، أقول لك سي مون نامي أحمد، إنه صديقي أحمد. إذن أقول سو أي كما قلنا فيما سبق، إذا المقصود بها سي، سي اللي عندنا. ثم عندنا إيل، ثم نقط، ثم الصون، طبعا ينطق تماما مثل الصون، ثم الصون. أغو بارمي، بارمينو، هذا فعل سو سونتيغ، سو سونتيغ يعني أحس بنفسه، كما لو نقول بأنه شم. طبعا لو فيرب سونتيغ يعني أنك تحس أو تشم، من حيث المعنى أنه قريب لبعضه. إذن أنك تشم خطرا، المقصود أنك مثلا تحس بخطر. إذن على أين لو فيرب سونتيغ؟ أنه يعني أحس بشيء أو شم شيئا. هنا عندنا لو فيرب سونتيغ، هنا عندنا لو فيرب سونتيغ مع إيل، كما قلنا فيما سبق أن هاد سو تعود للواجهة، أما مع جو فأقول جو مو سون، تي تو سون، il se sent، il se sent. المقصود بأنه هو
يحس بنفسه لا يحس بشيء آخر. المقصود بأن الفعل يصدر منه وإليه. Il se sent heureux parmi nous. يعني هو يحس بنفسه فرحا بيننا. Parmi المقصود به بين. إذن parmi nous بيننا. Il se sent heureux parmi nous. هو يحس بنفسه فرحا بيننا. ثم عندنا enfant l'accompagne souvent. Enfant عندنا كلمة أطفال. عندنا enfant عند S. إذا نتكلم عن أطفال نتكلم عن جمع. Enfant l'accompagne. L'accompagne souvent. L'accompagne المقصود به بأنهم يرافقونه. Souvent يعني غالبا. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ Enfant l'accompagne souvent. طبعا سنقول ses enfants. Ses enfants. بالسي وليس بأس. وليس بأس. طبعا إذا وضعنا سي بأس المقصود بها أطفاله، ولكن سي بسي المقصود بها هؤلاء. إذن سيز انفون المقصود بها هؤلاء الأطفال. لا كومبان، لا كومبان يعني أنهم يرافقونه. عدنا لفاب أكومباني. إذن إذا قلنا مثلا سيز انفون أكومبان سوفون، هؤلاء الأطفال يرافقون غالبا ماذا؟ لو توريست يعني أنهم يرافقون السائح. إذن حتى لا نعيد كلمة سائح نعوض الكلمة بلو، لأننا نتكلم عن أن توريست. لو أكومبان عدنا لو فيرب أكومباني كومانس باغ إن فويال. إذن هذه الكلمة تبتدئ بصوتي. إذن طبعا سنحذف أه الخاصة بلو ثم نضع أبوستخوف حتى تأتي في النطق سهلة. سيزون فون لكومبان سوفون، هؤلاء الأطفال يرافقونه غالبا. ثم عندنا نقاط كي لوي بلي او ماروك. كي لوي بلي او ماروك إذن الذي يعجبه في المغرب. إذن ماذا سنضعنا؟ كي لوي بلي او ماروك، الذي له يعجب، المقصود الذي يعجبه او ماروك في المغرب. إذن طبعا سنضع في النقاط سه سه يعني كما نقول هذا، لكن مع هذا السو معاكي تعطي في اللغة الفرنسية معنى الذي. لا يمكن أن نقول كي لوي بلي أن تكون هكذا مباشرة. طبعا كي ممكن أن تعني الذي وحدها، لكن أن نبدأ بها لنقول الذي لابد أن نضيف لها هذا السو. إذن نقول سو كي لوي بلي أو ماروك، كما نقول هذا الذي يعجبه في المغرب، لكن في الحقيقة تعني الذي يعجبه في المغرب. سو كي لوي بلي او ماروك. طبعا ننتظر لنقول ما الذي يعجبه في المغرب. اذا سنقول سو سون سي زودور. سو سون اذا سنقول سو سون سي زودور سي كولور ثم سي بروي كي روند لي سوك ميرفيو. ذكرنا في السابق بان السي يعني سو اي. سو اي عندنا سو يعني كما نقول هذا، ثم عندنا اي هذا صرف اتخ. صرف اتخ هو جو سوي توي ايلي هنا في المفرد. سي كما نقول هذا هو. سي هذا هو المقصود. انه انه سي مونامي، انه صديقي، او هذا هو صديقي. طبعا في الجمع إذا أردت الكلام عن مجموعة أصدقاء ماذا سأقول؟ سأقول سوسون إنهم، أو كما نقول هؤلاء هم سوسون. طبعا كأننا نقول في الحقيقة هذا هم، لكن هكذا تقال. إذا نقول سوسون يعني المتغير هنا هو هاد سون، لأن صرف إتخ مع إيل أفك أس أو إل أفك أس طبعا نقول سون. كما قلنا Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ils sont. إذن نقول son. إذن نضع ce son. طبعا يجب الإشارة هنا بأن هناك كلمة أخرى تعطي نفس الصوت لي ce son. فلنلاحظ الأمثلة التالية. نقول ce sont les bleus qui ont perdu le match. إنهم الزرق الذين خسروا اللقاء. الذين خسروا المباراة.
Ce sont les bleus qui ont perdu le match. إنهم الزرق الذين خسروا المباراة. ثم عندنا Ce sont les bagages. Comme ma sœur a oublié à l'aéroport. Ce sont les bagages comme ma sœur a oublié à l'aéroport. إنه المتاع. كما لو نقول هنا إنهم المتاع. Comme ma sœur. التي أختي a oublié à l'aéroport. التي أختي نسيت في المطار. نتكلم عن الأمتعة التي نستها أختي في المطار. إذا نقول Ce sont les bagages que ma sœur a oublié à l'aéroport. إنها الأمتعة التي أختي نسيت في المطار. المقصود راه المتاع ديال الأخت ديالي هو اللي نسيت في المطار. هو اللي نسيت في المطار. هي نسيت هاد الحويج. إذا نتكلم هنا عن أسماء. Ce sont les bleus. Ce sont les bagages. Ce sont eux. إنهم هم. نتكلم هنا عن ضمير. إذا نتكلم عن أشخاص. Ce sont eux les coupables. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Ce sont eux les coupables. إنهم هم المتهمون. Ce sont eux les coupables. إنهم هم المتهمون. J'en suis sûr. أنا متأكد. إذا نتكلم هنا عن أسماء. إذا هنا نضعت سو. لكن في حالة وجود أفعال بعد هاد الصن طبعا نضع هاد السو الأخرى. نقول مثلا سو سون انفولي دون لو سيال. سو سون انفولي دون لو سيال. لماذا؟ لأن هاد السو تأتي أمام فعل. فالأصل عندنا هنا لو فيرب سونفولي. إذن هذه تتعود لفعل ديالها. هاد السو تعود لفعلها في الحقيقة. سو سون انفولي دون لو سيال. إذن هم طاروا في السماء. سو سون انفولي دون لو سيال. هم طاروا في السماء. ثم عندنا سو سون مي. عندنا لو فيرب سون ميتر. عندنا لو فيرب سون ميتر. كما نقول وضع نفسه. إذن هنا سو سون مي ا ديسكوتي سيريوزمون. يعني هم وضعوا أنفسهم في النقاش سيريوزمون يعني بجدية. المقصود بأنهم جلسوا للنقاش بشكل جدي. سو سون مي ا ديسكوتي سيريوزمون. يعني هم وضعوا أنفسهم في النقاش بشكل جدي. عندنا هنا سون ميتر. إذن هاد سو مع إيل بدون إس أو إيل التي مع إس كما ذكرنا أنها تعود هاد سو. إذن كما نلاحظ هنا سو سون أنفولي دون لو سيال. نتكلم عن مجموعة طيور مثلا في الغائب. إذن نتكلم عن إيل بإس أو إل بإس. إذن هم طاروا في السماء مثلا. إذن سو سون أنفولي dans le ciel. Se sont mis à discuter sérieusement. Et dans la date, ce, tout le monde, se sont tous mobilisés. Ils n'ont que l'homme, comme on a dit. Se sont tous mobilisés. Yani, ils n'ont comme on a dit, pour organiser les cailloux de démo, la fête de fin d'année. Les cailloux de démo, se sont tous mobilisés pour organiser la fête de fin d'année. Et dans les cailloux de démo, نهاية السنة. كما نلاحظ بأن سو بصي هذه تأتي عندما تكون هناك أسماء تأتي بعدها الصن. ثم عندنا هاد سو التي تكتب بأس هذه تأتي عندما يكون بعد الصن فعل ببساطة لأن هاد سو ترجع إلى فعلها. إذن كما قلنا سوكي الويبلي وماروك. سوكي الويبلي وماروك الذي أعجبه في المغرب. Ce qui lui plaît au Maroc, ce sont ses odeurs. إنها روائحه. إذن عندنا الصن هنا جاء بعدها اسم. نتكلم عن روائح المغرب. طبعا سنضع هاد سي أولا مع روائح. Ses odeurs يعني روائح المغرب. إذن سنضع هاد سي. طبعا كما قلنا فيما سبق نقول مثلا son odeur يعني رائحته مثلا. Ses odeurs, روائحه. إذن نعود للصن الأولى. إذن سنضع طبعا سو. سنضع سو بصي. سو سون ses odeurs. لأننا نتكلم عن روائحه روائح المغرب بعد هاد الصن. إذن نتكلم عن اسم. إذن سنسبق هاد الصن. سنسبقها بسو بسي. ثم عندنا couleur. طبعا سنضع أيضا
سي كولور وألوانه. إذن الذي أعجبه في المغرب إنها روائحه. سوسون سي زودور إنها روائحه ثم ألوانه. المقصود هنا وأعجبته ألوانه. إذن نقول سي كولور. ثم عندنا سي بروي سي بروي. ثم ممكن أننا نقول إذن وهذه الأصوات سي بروي. ممكن أننا نضع هنا هات سي ب سي او اس سي او اس. ممكن نضع السي الأخرى المقصود أصواته. سي بروي كي روند لي سوك ميرفيو كي روند لي سوك ميرفيو. طبعا المقصود هنا التي تجعل هنا كما نقول التي تعيد لي سوك ميرفيو التي تعيد الأسواق رائعة. المقصود بأن تجعلها رائعة. إذن عندنا الverb rendre qui rend les souk merveilleux التي تجعل الأسواق رائعة. ثم عندنا à essayer de le parler dans sa langue. ثم عندنا à essayer. عندنا الverb essayer au passé composé. عندنا الverb حاول الverb essayer هذا فعل حاول au passé composé. كما نلاحظ أنه مسبوق بالمساعد avoir اللي تكلمنا عليه فيما سبق. نقول جات يا إلى. إذن عندنا هنا أ ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن هذا أ قبله ضمير. إذن عندنا أ إسي أ إسي يعني حاول دلوي بالي الكلام له. يعني أنه تمت محاولة الكلام لهذا السائح. أ إسي دلوي بالي. إذن تمت محاولة الكلام لهذا السائح dans sa langue بلغته. إذن هناك من حاول الكلام لهذا السائح بلغته. إذن ماذا سنضع في هذه النقط؟ إذن سنضع كما قلنا ضمير. من بين هذه الكلمات المذكورة أين هو الضمير؟ أين هو الضمير الذي تحدثنا عنه؟ طبعا الضمير هو أن. الضمير هو أن. المقصود بأن هناك أشخاص لا نحددهم بعينهم أنهم حاولوا الكلام له. كما ذكرنا فيما سبق بأن هذا أنه تعني أشخاص تعني الناس إلى آخره تعني مجموعة أشخاص. ممكن أنني أكون أنا الذي حاولت مثلا لكن لا أريد ذكر اسمي مثلا. إذن أستعمل هذا أن. إذن هذا أن تعني أشخاص ولكن بدون تحديدهم ولكن بدون تحديد منهم. إذن سنقول هنا أن إسي يعني أننا حاولنا. من الذي حاول؟ هناك مجموعة أشخاص لا نريد ذكرهم أو أننا لا نعرفهم. إذن on a essayé يعني أننا حاولنا de lui parler dans sa langue. أننا حاولنا الكلام له في لغته. كما نقول المقصود بلغته mais nos efforts ولكن جهودنا. ولكن جهودنا المقصود ولكن جهودنا في المحاولة للكلام له بلغته mais nos efforts. سو ماذا نضع؟ ولكن جهودنا. ماذا حدث لجهودنا؟ مينو زيفور ولكن جهودنا. طبعا عندنا الفيرب غيفيلي انيتيل. غيفيلي انيتيل المقصود بانها اتضحت. غيفيلي انيتيل يعني انه اتضحت كما نقول غير نافعه. اتضحت غير نافعه وغير مجديه. اننا قمنا بمحاوله الحديث معه بلغته لكن جهودنا باءت بالفشل. عندنا هنا بأن اتضحت ظهرت غير نافعة. عدنا لو فيرب سو ريفيلي. طبعا لو فيرب ريفيلي كاين هذا الفعل أيضا. لو فيرب ريفيلي المقصود به أنك تكشف. أنك تكشف أنك تفشي أنك تبوح. أو أننا نتكلم عن أوحى نتكلم عن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبي. إذا نتكلم عن لو فيرب ريفيلي يعني أنه يوحي لنبي مثلا. أو أننا نتكلم عن أشخاص المقصود بأنه يكشف شيئا يفشي شيئا يبوح بشيء. إذن أيضا نتكلم عن لوفاب غيفيلي. لكن لوفاب سو غيفيلي الذي عندنا هنا المقصود به بأنه يتكشف أو يظهر. سو مانيفيست يعني أنه يتكشف أو يظهر. إذن نتكلم هنا عن لوفاب سو غيفيلي. مينو زيفو سو سون غيفيلي إنيتيل. إذن كما تلاحظوا بأن لو فيرب سو ريفيلي في الباسي كومبوزي طبعا يصرف مع اتر. كل افعال التي تبتدئ بهذا سو
كل الأفعال التي تسبق وهدسه نتكلم على فيرب برونومينو يعني كما نقول الأفعال الضميرية هذه الأفعال كلها في الباسي كومبوزي أنها تصرف مع أتر ولا تصرف مع لوكسيليير أفوار. طبعا هناك أفعال أخرى تصرف مع أفوار مثلا لو فيرب أكسبتي. هناك أفعال أخرى تصرف مع لوكسيليير أفوار تصرف مع المساعد أفوار في الباسي كومبوزي مثلا لو فيرب أكسبتي في الجملة الموالية مي بارون. إذن ماذا سنقول؟ مي بارون عندنا أكسبتي يعني قابلة أكسبتي يعني قابلة. إذن عندنا لو فيرب أكسبتي يعني قابلة مي بارون أكسبتي دو لانفيتي يعني أن والدي قابلوا استضافته دو لانفيتي. إذا عندنا الابوستروف تعوض السائح. إذا نقول مي بارون اون اكسبتي. مي بارون اون اكسبتي يعني أن والدي قابلوا دو لانفيتي يعني أنهم قابلوا استضافته. مي بارون اون اكسبتي يعني أن والدي قابلوا دو لانفيتي قابلوا استضافته. نتكلم على الفيرب انفيتي يعني فعل استضافة ومنها لانفيتاسيون ومنها لانفيتاسيون المقصود بالاستضافة كار لأنه. إذن هم استضافوه لماذا؟ كار لأنه. ثم عندنا سورير ابتسامة سورير ابتسامة. ثم عندنا بارول يعني كلام نتكلم عن مجموعة كلام. ليز اميز يعني أنها تعجبهم يعني أنها تعجبهم وتطربهم كما نقول ليز اميز. لو فيرب اميز المقصود به سلة من التسلية. لو فيرب اميز المقصود به فعل سلة من التسلية. إذن والدي قابل استضافة هاد السائح كا سون سورير لأن ابتسامته. هنا عندنا كلمة لو سورير كلمة مذكرة. نتكلم هنا عن لو سورير. إذن نتكلم عن كلمة ابتسامة في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة. لذلك نضع هنا سون ولا نضع سا. لا نقول سا سورير بل نقول سون سورير كار سون سورير لأن ابتسامته. ثم عندنا إيه و ثم عندنا بارول كلماتي المقصود كلامه. هنا نتكلم عن كلامه غير والكلام هنا يأتي جمعا سي بارول ثم كلامه. إذن سنضع هذا السي. إذن هاد الكلام يعود له. إذن نضع هذا السي لا نضع هذا السي الأخرى. لنقول هذا الكلام سي بارول. طبعا ممكن أننا نقول سي بارول هذا الكلام أو هذه الكلمات لكن سياق الجملة هنا يرجح أن نضع سي لأننا نريد أن ننسب هذا الكلام له. نقول وكلماته لزاميز تسليهم. إذن هم استضافوه لأن ابتسامته سون سورير سي بارول وكلماته لزاميز. لا يمكن أن نقول لأن ابتسامته وهذه الكلمات وكلماته. إذن سنضع سي بارول سنضعها بأس ولا نضعها بسي لأننا إن وضعنا بسي المقصود بها وهذه الكلمات لزاميز وهذا لا يأتي في سياق الكلام. سي بارول لزاميز وكلماته تسليهم لذلك استضافوه. ثم عندنا جوبا سو كي نو كونفيان با انا اشطب الذي لا يلائم. جوبار سلوفر باغي سلوفر باغي يعني انك تشطب بخط. جوبار سو كي نو كونفيان با انا اشطب الذي لا يلائم. عندنا لوفرب كونفونير يعني لا اما. هنا عندنا كي نو كونفيان با الذي لا يلائم. إذن عندنا أو. طبعا هاد أو ليست أو. أو بخون أن أكسون سور أو تأخذ علامة فوق أو. هاد أو المقصود بها المكان. إذن هاد أو هي للمكان. هاد أو خاصة بالمكان. إذن عندما نقول أو سون تزافير أو سون تزافير أو سون تزافير إذن أين هي أدواتك أين هي أدواتك
المقصود هنا في أي مكان توجد أدواتك. إذن أي الكلمتين سنضع هنا؟ هل سون أم سون؟ سون الأولى تعني شيء ما يعود له أو يعود لها. ثم عندنا سون الثانية وهي تصريف فعل أتخ، المقصود كما لو نقول كان أو وجد. أو وجد عندما أقول جو سوي لا، عندما أقول جو سوي لا يعني أنا كما لو نقول موجود هنا، جو سوي لا أنا موجود هنا. أو عندما أقول جيتي لا نفس الفعل طبعا اللي هو أتخ فلامباغفي مثلا، المقصود به بأنني كنت هنا، المقصود بأنني كنت موجودا هنا. إذن جيتي لا. إذن هنا أو سون، أو سون هل سنضع سون الأولى أم سون الثانية؟ أو سون تي زافير، إذن هل سنضع الأولى أم الثانية؟ إذن طبعا سنضع الثانية. إذن المقصود أين توجد أدواتك، أين توجد أدواتك أو أين تكون أدواتك. نتكلم عن لو فيرب إتخ. إذن نقول أو سون تي زافير. ثم عندنا الجملة الثانية لي زونفون اون تروفي لور بلاس دون لافيون. لي زونفون اون تروفي لور بلاس دون لافيون. إذن الأطفال وجدوا أمكنتهم على الطائرة. إذن ما هي الكلمة التي سنضع هنا؟ إذن طبعا اون الأولى هذا ضمير، هاد اون التي ذكرنا في البداية، هاد اون هذا ضمير. إذا كان هاد اون هو ضمير، ثم عندنا لي زونفون، هل من المعقول أن الفاعل مذكور هنا لي زونفون؟ يعني هم الفاعل هنا، سو سون لي زونفون كي اون تروفي لور بلاس دون لافيون. إذن إنهم أطفال الذين وجدوا أمكنتهم على الطائرة. إذن هم الذين وجدوا أماكنهم في الطائرة. إذن نتكلم عن لي زونفون، إذن نتكلم عن فاعل هنا. إذن هاد لي زونفون تعني الفاعل، هي التي تقوم بالفعل هنا. هل من المعقول أن نتبعهم بضمير آخر فاعل مثلا لنفس الفعل؟ طبعا لا يصح هذا. إذن لي زونفون اون تروفي، إذن طبعا ستكون عندنا اون الثانية اللي هي في الحقيقة صرف فعل أفواغ، وهاد أفواغ يأتي هنا كمساعد لأننا نريد تصريف فعل تروفي أو باسي كومبوزي. إذن لو فيرب تروفي طبعا في الباسي كومبوزي يستلزم لوكسيليا أفواغ، لكي نقول بأن الأطفال وجدوا أو أنا وجدت أو هو وجد إل أ تروفي sa place dans l'avion. Il a trouvé sa place dans l'avion. يعني هو وجد مكانه على الطائرة. نستعمل l'auxiliaire avoir. لكن هذا لو فيرب تروفي أيضا ممكن أنه يصرف مع être. فنقول مثلا les enfants se sont trouvés dans l'avion. Les enfants se sont trouvés dans l'avion. إذا الأطفال وجدوا مثلا في الطائرة. ثم ننتقل إلى سو ثم سو، ثم عندنا كولي appartient à ces dames، à ces ou bien ces dames. إذن سو سو، إذن كولي المقصود به حزمة أو نتكلم عن طرد، طرد أنه يحمل اسم صاحبه ثم العنوان الموجه له، ثم العنوان الموجه له، إذن يسمى كولي. إذن نتكلم عن هذه الحزمة أو هذا الطرد appartient، عندنا لو فيرب appartenir يعني أنه ينتمي، بمعنى آخر أنه يعود لي، يعود لصاحبه، يعود لمن؟ أ ثم عندنا سي سي دام، سي سي دام. إذا نقول أولا سوكولي، إذا هل سنضع السو أو سو؟ قلنا فيما سبق بأن السو الثانية تأتي أمام الفعل وتعود لفعلها، وتعود لفعلها في الصرف مع إيل. إذن واضح بأن كلمة كولي هي كلمة اسم، إذن سنضع سو المقصود به هذا الطرد. سو كولي هذا الطرد أبارتيا يعني أنه يعود، بأنه ينتمي أو يعود أسيدام، أسيدام. طبعا إذا وضعنا هذه السي الثانية سيصبح المعنى كالتالي، هذا الطرد يعود لسيداته، يعود لسيداته، لأن كلمة دام تعني سيدات، كما نلاحظ بأن كلمة جمع، لا دام يعني السيدة،
إذن أبارتيان السيدان يعود لسيداته. إذن سنضع السي الأولى. إذن سنضع السي الأولى. المقصود بها هذه الجمع ديال سو. هذه الجمع ديال سو. إذا كان المعنى ديال سوكولي المقصود بها هذا الطرد، إذن السيدان المقصود بها هذه السيدات. إذن هذا الطرد يعود لهذه السيدات. إذن نتكلم عن مجموعة سيدات. إذن سنضع هذا السي الأولى السيدان. إذن هذه السيدات. ثم عندنا أن. ثم أن ديستريبي لي بواسون أسو كيون سواف. أن ديستريبي لي بواسون أسو كيون سواف. إذن أن ديستريبي، طبعا عندنا لو فيرب ديستريبي. ديستريبي المقصود به وزع. لي بواسون المشروبات تأتي من فعل بواغ. جو بوا يعني أنا أشرب. لي بواسون يعني المشروبات. أسو كي لأولئك الذين كما نقول أسو كي لأولئك الذين أنصواف. أنصواف عندهم عطش. أنصواف كما نقول عندهم عطش. إذن ماذا سنضع في الأولى؟ أن ديستريبي. هل سنضع هاد أن الثانية؟ هاد أن الثانية كما قلنا بأنه هذا صرف فعل أفواغ. هذا صرف فعل أفواغ. إذن إذا أردنا أن نقول أن ديستريبي، إذن ضروري أنه يجب أن يسبق بضمير، أو نتكلم مثلا عن اسم فاعل. أصلا ديستريبي بعد أن نقول ديستريبي. أصلا هذا فعل ديستريبي لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديستريبي، كما نعرف بأن ديستريبي أنه ينتهي بأر. إذا نقول ils ont distribué سيأخذ أو أكسون ألف. إذن ils ont distribué أو bien les enfants ont distribué يعني الأطفال أنهم وزعوا. إذن يأتي الفعل هكذا. واضح بأن هاد أن يجب أن تسبق بفاعل سواء كان ضميرا أو اسما، فالجملة ليس هناك فاعل. إذن واضح بأننا سنضع هاد أن، وهاد أن أصلا هو ضمير. إذن من المعقول أنه يأتي أمام فعل، وبالتالي فهو واضح بأن هذا الفعل ضروري أن يسبق بفاعل. إذن نقول أن ديستريبي يعني أن الناس يوزعون أو أشخاص يوزعون. إذن نقول أن ديستريبي. طبعا شرحنا بأن هاد أن هو ضمير، لكنه في الغالب يأتي للدلالة على أشخاص غير معروفين. إذن أن ديستريبي يعني أننا نوزع، المقصود بأن الناس يوزعون لي بواسون يعني أنهم يوزعون المشروبات. أسو لأولئك كي الذين أن صواف، طبعا عندنا صواف يعني عطش. إذن هل يمكن أن نقول الناس عطش؟ طبعا سنضع هنا أفواغ. إذن سنضع هنا أفواغ، نقول كيون صواف. كيون صواف. كما نلاحظ بأن أفواه هنا جاء فعلا وليس مساعدا، لأنه لم يتبع بفعل. مثلا كما رأينا فيما سبق les enfants ont trouvé. ont trouvé يعني الأطفال وجدوا. عدنا لو verbe trouver فالباسي كومبوزي يستلزم في هذه الحالة أن يصرف مع الأوكسيليير أفواه. إذن طبعا هنا عندنا صواف، هذه كلمة اسم تعني العطش. إذن طبعا عندنا هنا أن تفيد الملكية. أفواغ متبوع باسم هنا، إذن يفيد الملكية، ولم يأتي هنا مساعدا لكي نصرف من خلاله فعلا آخر مثلا فالباسي كومبوزي. إذن سنضع هنا طبعا أن، هاد أن الثانية لأفواغ. إذن أقول جي صواف يعني أنا عندي عطش. تي صواف أنت عندك عطش أو أنت عندك عطش. إل أصواف هو عنده عطش. إل أصواف هي عندها عطش. نوز أفون صواف. فوز أفي صواف. إل زون صواف. إذن هي التي عندنا هنا. إذن كيون صواف الذين هم عندهم عطش. الذين عندهم عطش. أسو كيون صواف أولئك الذين عندهم عطش. الشرح ربما أنه طويل وفي تكرار، ولكن حتى نتذكر هذه الكلمات جيدا وحتى نميزها عن بعضها بعضا. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.